انا مش عارف اقول كلمتين النهارده خالص. طيب مروه من المهندسين، كويس. يا مروه صحصح، يا مروه مروه من المهندسين، ها تمام. ايه الفوشيه ده يا مروه؟ مود هنا في ميدان مصطفى محمود بدأ توافد كثيف للمحتفلين بمجرد انتهاء كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ساعات خلال احتفال قناة السويس. كما ترى هنا مظاهر البهجة والفرحة كلها، الأعلام، الزغاريد، الرقص، الأغاني الوطنية وكل مظاهر الاحتفال هنا. لكن دعني أنقل لك الصورة من وجهة نظر المحتفلين هنا. ازاي شفت الاحتفال النهارده بتاع قناة السويس؟ احسن احتفال طبعا، ويا رب يكون خير علينا وعلى عيالنا يا رب، وفي عهد الرئيس بتاعنا عبد الفتاح السيسي، ربنا يطول لنا في عمره يا رب، وفي عهده يا رب كده دايما مصر. ايه اللي عجبك في الاحتفال؟ اللي مصر فرحانه، احلى حاجه اللي مصر فرحانه، والسيسي هو اللي فرحنا الصراحه، الله يبارك له يعني، وبنحب السيسي. العمل اللي الرئيس عمل كبير جدا، محدش يقدر يعمله. لو ما عادش علينا احنا يعود على عيالنا بالخير. اللي عارف او مش عارف، ما دام الناس كلها فرحانه، في ناس فاهمه وفي ناس مش فاهمه، الاغلبيه اكيد فاهمين الدنيا دي في ايه. خلينا ايه اللي عجبك النهارده؟ اللي مصر كلها فرحانه، وربنا يخلي السيسي ويخلي لنا يا رب. انا بحب السيسي من اول ما عرفت ان السيسي رئيس، انا بحبه، ربنا يخلي لنا، هو اللي مفرحنا على طول، وفرحانه بقناه السويس. انت ايه عجبك النهارده في الاحتفال؟ يعني حاجه جديده وحاجه جميله، والناس كلها طالعه وتحتفل برضه بال في ايه الاحتفال جميل، والناس طالعه، وربنا يخلي لنا السيسي اللي على طول مكبرنا ومنورنا ومشرفنا في كل حته. انا بحب على دورة حبيت دورة وموسو، وحبيت السيسي، وبحب مصر. اللي عجبني في الاحتفال اللي السيسي ما شاء الله عليه يعني فتح لنا قناة سويس جديدة، وكمان يعني ربنا يخلي لينا وربنا نخليه لي. اللي عجبني النهارده ان احنا بنتولد من جديد، اللي انا شفته ده حسيت ان احنا بنتولد من جديد النهارده. كما ترى هنا استاذ محمود، الجميع ينوي السهر حتى ساعات الصباح الاولى للاحتفال، خاصه ان غدا هو الجمعه وهي العطله الرسميه. اليك في الاستوديو، وسنوافيك بالتفاصيل في الساعات القادمه، اخر الاخبار في الساعات القادمه. نبت يا قمر يا مروه بفوشه انت لابساها ده، شكرا يا مروه. مروه من المهندسين معانا.